مما لا شك فيه أن العديد من حلقات تاريخ المغرب تم تهميشها أو تشويهها لا سيما لأسباب سياسية ودينية، وهو ما حصل مثلا مع برغواطة إحدى أقدم الإمارات المستقلة عن الخلافة، فقد تم تدمير جميع معالم هذا الكيان الذي دام أكثر من 3 قرون، ولم تبقى إلا بعض الشهادات المتناثرة في مصادر متأخرة ومعادية ومليئة بالتناقضات. لكن بفضل تطور منهج البحث العلمي نستطيع إلقاء الضوء على هذه التجربة الفريدة عبر الإجابة عن الأسئلة التالية: أين ومتى ظهرت برغواطة؟ من هم أهم زعمائها؟ ما هي معتقداتهم؟ كيف تفاعلوا مع محيطهم؟ ولماذا تم القضاء عليهم؟ التحقت العديد من القبائل الأمازيغية بالجيوش العربية الغازية لشمال إفريقيا إيماناً بالرسالة المحمدية أو طمعاً في الغنائم، وقد أبلت البلاء الحسن في توسيع نفوذ الخلافة في زمن وجيز. لكن خيبة الأمل كانت كبيرة عندما تنكر الأسياد الجدد لوعودهم المتعلقة بتحقيق العدل والمساواة، ونهجوا سياسة استبدادية قوامها الاستعلاء العرقي والاستغلال الاقتصادي. أدى ذلك إلى انضمام عدد من القبائل الأمازيغية إلى فرق المعارضة، لا سيما الخوارج الصفرية الداعين للمساواة. أطلق هؤلاء ثورة كبرى ضد الأمويين سنة 740 بزعامة ميسر المطغري الذي تلقب بأمير المؤمنين. عجزت حركة ميسرة عن القضاء على الأمويين، لكنها نجحت في سلخ المغرب الأقصى عن السيادة المشرقية، حيث ظهرت إمارات مستقلة كانت من بينها برغواطة. أسس هذا الكيان سنة 744 على يد قائد أمازيغي اسمه طريف، شارك في الغزوات العربية لا سيما عندما قاد أول سرية استطلاعية لفتح الأندلس سنة 710، بيد أن سوء تصرف الأمويين دفعه إلى الالتحاق بالصفرية، فأمسى أحد قادة ثورة الكرامة. بعد فشل هذه الأخيرة ومقتل زعيمها، لجأ طريف إلى منطقة تمسنا في المغرب الأقصى، واستطاع بفضل تجربته أن يجمع حوله بعض القبائل المحلية التي كانت في أغلب الظن متأثرة بالمذهب الصفري. تولى الأمر بعده ابنه صالح سنة 748 الذي يعتبر المؤسس الحقيقي لهذا الكيان، إذ استطاع توطيد ملكه خصوصا بفضل زهده، واتخذ من شالة عاصمة له. بقي الأمر على ما هو عليه حتى بداية القرن 9 عندما تعرضت برغواطة لهجومات من جيرانها الطامعين في خيرات تمسنا. كادت هذه الغزوات أن تعصف بالكيان البرغواطي، فقد خسر الكثير من الأراضي بما في ذلك شالة، ما اضطر زعماءه إلى الاستقرار في أزمور وإعادة حساباتهم من جديد. من المؤكد أن الإمام يونس حفيد صالح أدرك أن دولته التي لا تقوم على عصبية قبلية معينة ولا على إيديولوجية متميزة لا يمكنها الصمود في وجه اعتداءات جيرانها دون إيجاد عقيدة موحدة وموحدة تزيد الإحساس بانتماء مشترك. ولما كان الدين هو المورد الذي يختلف منه السياسيون في المجتمعات التقليدية لتبرير مشاريعهم، فقد صار يونس على هذا الدرب بغرض خلق هوية برغواطية منفصلة ومختلفة عن الهويات المجاورة. فما كان منه إلا ادعاء النبوة واختلاق دين محلي جديد، مستفيدا من معرفته للغات والعادات الأمازيغية واطلاعه الواسع على الثقافة الإسلامية بفضل إقامته الطويلة في المشرق. يزعم يونس أن ياكوش هو الإله الواحد الأحد خالق السماوات والأرض، كما يرى أن جميع الأنبياء على حق بما فيهم محمد، لكن هذا الأخير أرسل للعرب فقط وليس للعالمين، لذلك بعث ياكوش نبيا للأمازيغ ليعلمهم الدين الحق، وأيده بكتاب مقدس بلسان أمازيغي مبين مكون من 80 سورة. فرض يونس على أتباعه 10 صلوات في اليوم وصيام شهر رجب والاحتفال بعيد الأضحى يوم 11 من محرم وإعطاء 10 أموالهم للزكاة، كما أن السارق والزاني يقتلان والكذاب ينفى.
زد على ذلك أن يكوش حرم عليهم أكل رؤوس الحيوانات والبيض والسمك دون ذبح. لإضفاء الشرعية على دينه الجديد، حاول زعيم بارغواطة استثمار رصيد جده صالح الذي كان يتمتع بشعبية كبيرة، فما كان منه إلا أن جعله هو النبي الذي بشر به القرآن باسم صالح المؤمنين، وأرسله يكوش هداية للأمازيغ قبل أن يغيب غيبة كبرى يعود بعدها لتخليص البشرية وتشييد مملكة الله في الأرض بصفته المهدي المنتظر. وفي ارتقاب تلك العودة يقوم مقامه رجال من ذريته كأنبياء وملوك كما كان يفعل بنو إسرائيل. لذلك اخترع يونس نسبا مقدسا يوصل بيته إلى سبط شمعون بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم، واهتم كثيرا بالسحر والتنجيم والطب بغرض إقناع الرعية أنه يحمل البركة. حاول النبي الملك يونس في مرحلة أولى على الأقل أن ينشر دينه الجديد بالوسائل السلمية، إلا أنه لم يفلح في ذلك، فالتجأ إلى العنف في إطار نوع من الجهاد. استمر خلفه أبو عفير على نفس المنهج، ما مكنه من دحر كل أعدائه وتوسيع نفوذ مملكته بشكل غير مسبوق خارج تمسنا، وإرغام العديد من القبائل على اعتناق الدين الجديد. لم يقتصر نشاط حكام بارغواطة خلال القرن العاشر على المجالين الديني والعسكري، بل شمل كذلك تكتيف النشاط الدبلوماسي وتطوير النشاط الاقتصادي، ما جعلها كيانا مزدهرا يثير المطامع الأجنبية. منذ أن نشأت الإمارة البارغواطية وهي تتعرض للغزو، فعندما كانت تدين بالإسلام الصفري هاجمها الأدارسة والمدراريون مرارا بحثا عن الغنائم والسبايا وتوسيعا لمناطق نفوذهم. أما عندما اعتنقت الدين الجديد فقد تضاعفت الهجمات تحت مسمى الجهاد، حتى أن رباطات مختصة في محاربتهم شيدت في شمال وجنوب تمسنا. تزايدت الضغوطات بشكل واضح في أواخر القرن العاشر وبداية القرن الحادي عشر، عندما ظهرت على الساحة قوى جديدة تسعى إلى بسط سيطرتها على المنطقة وتوحيدها سياسيا ودينيا. تصدى البارغواطيون باستماتة إلى محاولات الأمويين والفاطميين واليفرانيين، وهو ما يبين بوضوح تكاتفهم حول بني طريف وتمسكهم بدينهم. رغم حالة الإنهاك العسكري والمالي التي وصلت لها الإمارة، فقد واجهت بشراسة المرابطين القوة الإقليمية الصاعدة، وانتصرت عليهم في عدة معارك بين سنتي 1059 و1061، قتل في إحداهن مؤسس الحركة عبد الله بن ياسين. بعد وصول يوسف بن تاشفين إلى الحكم، بدأت موازين القوى تتغير نهائياً لصالح المرابطين، فقد نجحوا في سحق المقاومة البارغواطية والاستيلاء على أنفا آخر معاقلها سنة 1066. قرر سيد المغرب الجديد استئصال الدين البارغواطي، فقام لأجل ذلك بارتكاب مذابح شنيعة في حق معتنقيه وتدمير حصونه وتغيير التركيبة السكانية المحلية وإتلاف كل الآثار المكتوبة. وقد أدى ذلك إلى دخول بارغواطة في عالم النسيان، خصوصا أن أكثر مؤرخي وفقهاء البلاط شوهوا صورتها إن لم يغفلوا ذكرها، وهو ما يعتبر بطرا للجزء لا يستهان به من تاريخ المغرب المتنوع، وتهميشا لتجربة فريدة كان هدفها بناء كيان مستقل سياسيا وثقافيا عن المشرق والأندلس.